السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب قلنا لينكس. معكم نجيب اليوم طالع بضعية الطالب المؤدب وخلع عكس اليد عشان ما حد يقول استعرض. اليوم أتكلم عن التوزيعات المبنية على الارتش لينكس. الدرس هذا ترى أنا مو بحاول إني أحطم شخص معين أو نتكلم عن فئة معينة من المستخدمين، بالعكس أنا كنت ما أعرف الارتش لينكس، ما كنت أعرف ثبت الارتش لينكس تمام، وكنت أقول عن الارتش لينكس توزيع جربانة. في أحد الفيديوهات قلت إنه جربانة ماشي. طبعا ثقافة الشخص وآراءه تتغير حسب المعرفة ماشي، فأتغير رأيي بعدين وشوفت صرت أشوف إن توزيعة الارتش هي المناسبة لي، مع العلم إني أستخدم ديبيان كسيرفر وأستخدم لينكس مينت على اللابتوب. طيب ليش ما نثبت الارتش لينكس بالواجهة الرسومية أو بالتوزيعات اللي فيها واجهة رسومية؟ طبعا ما أتكلم أنا عن كل المستخدمين، أتكلم عن المستخدم اللي يقول إنه تثبيت الارتش لينكس بواجهة رسومية اسهل لي من اني اثبته عن طريق سطر الاوامر، وانا شخص ما اعرف اتعامل مع سطر الاوامر. اذا كنت ما تعرف تستخدم سطر الاوامر، الارتش لينكس توزيعه غير مناسبه لك، نظرا لانه بعد ما انك تثبت توزيعه الارتش لينكس بتضطر انك تتعامل معها بسطر الاوامر كله، حتى لو كان في برامج الرسوميه ما ادري ايش. انا جربت اغلب البرامج الموجوده لاداره برامج وغيره، برامج ضعيفه ما توصل لمستوى الطرفيه اللي هي اساسا مفروض انك تستخدمه على الارتش لينكس. الإشكالية تقع وين؟ إنك لما تثبت، طبعًا أنا ما أتكلم عن توزيعات ثانية زي مثلًا منجارو لا، أو مثلًا توزيعات تشاكرا، هذولي لا، هذولي لهم سياسة معينة تختلف. لما تستخدم منجارو أو تشاكرا فهي لها مستودعاتها الخاصة. تشاكرا بدأت تتبع توزيعات الأرتش أعتقد لفترة، ولكن زي منجارو مثلًا أو منهارو ترى بلا صح، لها طريقة معينة زي ما تقول زي ديبيان وأبونتو. فالمنجارو زي الأبونتو لها طريقة معينة بالتخصيص، لها طريقة معينة بالتثبيت، ولها سياسة معينة بالتحديثات الخاصة بالنظام. لكن التوزيعات الثانية زي بريدج لينكس أو أرتش بانك أو مثلا سين أرتش أو ما أدري حاجات كثيرة صراحة، كل يوم يطلع واحدة. التوزيعات هذه فيها واجهة رسومية للتثبيت ولكنها تتبع الأرتش. يعني لو نزلتها الحين راح تنزل مثلا 700 ميجا اسطوانة مثلا، وبعدين تقوم تثبت النظام بيجيك النظام بواجهة رسومية. هذه جميلة جدا، خاصة المستخدم اللي الانترنت عنده ما يسمح له يثبت التوزيع الأول مرة. ولكن التوزيع طبعا بعد ما انك تثبته خلاص الايزو يفترض انه يحذف والاسطوانة تنرمي. ليش؟ لانه نزل تحديثات بعد ما انك خلصت مثبت النظام بيوم، كحد اقصى يومين تمام. هذه مشكلة. المشكلة الثانية انه اذا ثبتت التوزيعة بواجهة رسومية ما يعتبر هذا الكلام انك وصلت للنظام. ليش؟ لانك لو حصل عندك اشكالية بالنظام خاصة بالادوات الاساسية للنظام مثل التعريفات وغيرها ما بتقدر تحله تمام، لانك بتواجه مشكلة كبيرة بموضوع شلون اعرف وكيف اركب التعريف الفلاني وش معنى مثلا التي تي واي وكلام كثير ماشي. مع العلم انه في الشغلات هذه المفروض تكون بسيطة. ليش؟ اذا كنت انت مثبت التوزيعة. فتثبيت التوزيعة يدويا خاصة زي الارتش لينكس ضروري، لانك بعدين بتواجه مشكلة والمشكلة هذه يتطلب حلها تدخل مع طريق سطر الاوامر. لذلك التوزيعات هذه اللي مطلعين الجديدة هذه اللي كشوي طلع توزيعة جديدة خاصة مبنية على الارتش، هذه توزيعات حلوة خاصة للشخص اللي يقول انا عجبني تخصيص هذه التوزيعة وانا شخص اقدر اثبت الارتش لينكس ما عندي مشاكل بالتعامل مع التعريفات وتثبيتها من الصفر. هنا اقول لك اوكي ثبت هذه لانك بالنهايه انت حصلت على الارتش. لكن المشكله اذا كنت تفكر انه اذا انت حصلت على تثبيت الارتش لينكس عن طريق واجهه رسوميه بتكون سهله عليك بعدين، لا، الارتش لينكس بتحصل فيها مشاكل. بصراحه هي اكثر توزيعات مشاكل، اعطيك اياها على بلاطه، خاصه انه يحصل فيها احيانا تحديث، التحديث هذا ممكن يكلفك انك تشتغل عليها فتره، يعني ممكن تصل ربع ساعه نصف ساعة علشان تحل هذه المشكلة. لكن هذه ترى ما تصير دائم، يعني نادر تصير، يمكن تصير 4 شهور 5 شهور ينزل لك شغلة مثل هذه تحديث. يعني لو قريتوا الأخبار حقت الارتش لينكس بتحصلون تحذيرات خاصة بالتحديثات. أعتقد أني خلص كلامي، بحاول نلخص اللي قلته قبل شوي. التوزيعات المبنية على الارتش لينكس أو الواجهة الرسومية لتثبيت الارتش لينكس ميب حل للحصول على الارتش. أوكي الارتش لينكس ميب أفضل توزيع بالعالم، ترى في توزيعات جميلة ثانية كثيرة. ممكن أنت تشوف الناس تستخدم الارتش، وفي ناس للأسف تستعرض بالارتش لينكس إنه أوه أنا محترف. الارتش لينكس مجرد توزيع للشخص اللي يحب التخصيص تمام. إذا أنت شخص تستخدم نظام، يعني لو كنت أنا شخص ما أحب التخصيص كنت بستخدم لينكس مينت وكنت بسجل اليوم الدرس عن طريق لينكس مينت، لكن أنا أحب التخصيص والتعديل بالنظام والشغلات هذه، الارتش تساعدني على الشغلات هذه بشكل أكبر.
ماشي. فالتوزيعات المبنية على الارتش وتتبع الارتش، اقصد تتبع الارتش بشكل مباشر بالتحديثات، يفترض انك ما تستخدم، حاول تبعد عنها اذا كنت خايف من الارتش لينكس. اما التوزيعات الثانية زي المنجارو وغيرها فجميلة جدا. بالنهاية ممكن شخص يقول وش تنصحنا ايش استخدم؟ زي ما انا شفت منتج الدعم الفني، طبعا الفيديو هذا سويته عشان المشاكل اللي منتج الدعم الفني. انصحك انك تستخدم اذا كنت الا تبدا تدخل موضوع الارتش، استخدم منهارو، بتحصل مشاكل. منهارو ترى مي بسهولة لينكس منت، تمام؟ اذا كنت جديد فريش مره استخدم لينكس منت، تطور شوي، استخدم ديبيان، اطلع شوي راح اشوف شيء جديد مختلف في دوره مثلا، اطلع على الاوبن زوزا. بالمناسبه ممكن ما تروح الارتش لينكس، ممكن تجلس على واحده من التوزيعات هذه لانك بعدين تقتنع انه والله انا هذا الشخص او انا هذه التوزيعه هي المناسبه لي، وانا شخص ما احب التعديلات الكثيره على النظام وتكفين توزيعتي الحاليه. انتهى درسنا اليوم، اشوفكم ان شاء الله في درس قادم. يلا في امان الله.